الوضعية الصحية للسيد رئيس الحكومة لا تستدعي أي قلق. السيد رئيس الحكومة يعاني من وعكات على مستوى الركبة ديالو، وكنعرفوا بأنه الركبة كتكون فيها واحد الصعوبات، يعني خاصة في بعض الطقوس لأدائها بشكل سليم. لكن أريد أن أطمئنكم وأريد أن أطمئن الرأي العام بأن الصحة ديال السيد رئيس الحكومة بأنه في صحة جيدة الحمد لله، وبأنه ليس هناك أي حاجة يعني اللي تثير القلق في هذا الموضوع.